بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا الآن في زيارة لسد. سد بن بطوطة يتواجد حوالي 7 كيلومتر من جامعة خميس أنجرة. هذا السد تم إنشاؤه في 2007 ويعني يستعمل في مياه السقي، سواء مياه السقي عفوا مياه الشرب اللي خاصة بإقليم تطوان. جامعة الأنجرة كذلك تستفيد من هذا السد، يعني ما كيتمش الاستعمال ديالو في السقي. هذا هو السد. بلدنا بلد رائع جميل.